سيدنا مساء الخير ومرحبا بكم في اقوى برنامج ستوري تيلينغ في العالم. قولوا لهم علاش هذا اقوى برنامج ستوري تيلينغ في العالم. بكل بساطه لسببين. السبب الاول هو انا اللي نقدم هذا البرنامج. يعني واش يمكن لشي كوتش بلاصتو غير في الكابيني انه يجي يدير لكم برنامج بهذا العيار الثقيل وينجحوا؟ تشالنج بالنسبه ليا وديروا على ودكم. السبب الثاني هو هذا الكونسيبت ديال ستوري تيلين غادي تقسم جوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى غادي نشدو هذا الانسان اللي اختار عندنا هذا المشروع بالساحر وغادي نشدو ليه حياته وغادي ندقدقوها ونعرفوا لي ديتاي ديال لي ديتاي. وفي الجزء الثاني غادي نابليكيو اونسومبل 11 تيري، يعني 11 برينسيپ، 11 معتقد، 11 سر غادي نستنبطوا من حياه هذا الشخص باش نعرفوا السر اللي خلاه يخرج لنا هاد البرودوي هذا. وكنظن دابا عرفتوا كل شيء. دوك بلا ما كثروا الهضره ونبداو على بركه الله. القصه ديالنا غتبدا في نيويورك وبالضبط في بروكلين عام 1953. تولد واحد المولود جديد اللي سميتو هاوارد تشولز، اللي هو انت واللي هو انت. بغيتك تخيل معايا انك انت تزاديتي ولقيتي واحد الاسره فقيره، اسره يهوديه فقيره. الاب ان اونسيان سولدا متقاعد من الجيش الامريكي والام ربت بيت، ساكن في بيت فيه ناموسيه وحده صغيره، وديجا لقيتي قبل منك اختك وخوك، دونك نتوما خمسه ساكنين في بيت وعندكم ناموسيه وحده. الاب اللي خرج من الجيش الامريكي خدم الشيفور باش يديباني شويه وباش يوفر لوليداتو وبين العائله الصغيره قوت اليوم ديالها. ولكن في 1960 وبالضبط ملي كان العمر ديالك 7 سنين او العمر ديال صديقنا هاوارد 7 سنين، الاب ديالو دار واحد الكسيده خايبه لدرجه ان رجليه تشللو او مابقاش قادر يتمشى عليهم. الوليد شد الركنه، الوليد مابقاش قادر يتحرك، دونك مابقاش قادر يخدم، دونك موكا ما كايناش، دونك ما كاينش ميمي، ما لقاش منين يجيبوا الماكله. وهي تجي عندك الام ديالك وهنا كانت الصدمه، قالت لك فلان باباك مابقاش قادر يتحرك، دونك انت اللي غتحرك في بلاصتو وانت اللي غادي تمشي تدبر لينا ما ناكلو. وقالت لك شوف ما تجبدش ليا حس القرايه، واخا انا عارفك انت عندك بوتونسيال وعندك باغي تكبر الكارير ديالك، مي دابا الاسره ديالك هي الاولى وخاصك تخدم باش تجيب لينا ما ناكلو. دونك انت اللي كتشوف هاد لا فيديو حط راسك بلاصه هاوارد وقول لي شنو غادي دير، كيفاش غتدبر على خدمه وانت باغي تقرا وانت عندك 7 سنين وغتخرج الزنقه. دونك انت خصك تفكر في واحد الخطه وبيان تفكر شنو غادي دير باش تقدم للاسره ديالك الفلوس، مع العلم ان خوتك الاخرين حتى هما كيخدموا، تقدم للاسره لاباي ديالك ومن طول تكون انت كتقرا. دونك شنو غادي دير؟ ما نطولش عليكم. هاوارد كان ذكي بزاف لدرجه انا وضحت عليه واحد الفكره صعيب تطيح على شي انسان في نفس العمر ديالو. قال بلاتي انا بغيت نقرا ومن طول بغيت نتخلص، دونك واش كاينه شي مدرسه انا نمشي نقرا فيها وهما يخلصوني؟ وهنا كان التفكير الصحيح، وفعلا كان الاختيار في محله. وفلاش ديال 7 سنين قدر انه يدخل لواحد الاكاديمي ديال الفوتبول امريكان. شنو زعما واش غيلعب كره وهو لعب كره ياك هو ما بغاش يسمح في قرايته، كيفاش غادي يخلصوه؟ انا نشرح ليك. الاكاديمي اللي دخل ليها هاوارد هي واحد الاكاديمي القانون ديالها بحال اي اكاديمي كاينه في العالم وكاينه حتى في المغرب، انك كتمشي كتقرا فيها ومام طو كتريني معاهم وكتسكن معاهم وكتاكل وفي الاخر كيعطيك واحد السالير. دونك الاختيار كان ذكي بزاف وسيرتو في لاج ديال 7 سنين. في 1971 وبالضبط هاوارد ولات عنده 18 عام، خد الدبلوم ديالو من المدرسه وقال بلاتي انا خديت الدبلوم دونك خصني ندفع لواحد الكلوب باش نولي نتريني معاهم ونولي بروفيسيونيل، صا مارش، وتولي عندي خلصه في الشهر ديال اللعب. وهنايا كانت الصدمه. هاوارد دفع لواحد الكلوب مشهور في المدينه ديالو، دفع ليهم باش يتيستي، صا مارش، والا نجح في التيست غادي يولي لاعب بروفيسيونيل. مي المشكل اللي وقع انه هو تايلين لينا وما تقبلش. علاش في نظركم؟ اي بنت كتفرج في هاد لا فيديو تقدر ما تفهمش الهضره اللي غادي نقول دابا، حيت الهضره هادي كيحسوا بها الدراري اللي كيلعبوا كره. اخيب حاجه عندنا حنايا الدراري كيضحكوا، اخيب حاجه عندنا حنايا الدراري هي نكونوا كنلعبوا مهاجمين، كنكون انا حياتي كلها كنلعب مهاجم وتجي انت وتحطني في الدفاع، كنموتوا فيها ما كنقدروش نستحملوا. نعطيكم مثال بحال قلتي انت يا ميسي ولا كريستيانو غتقول ليه غادي تلعب في الدفاع ما يقدرش، غيتسطى غيحس براسو مكتف، صماخش. دونك هذا الشيء اللي وقع الاستاذ ديالنا هاوارد. هو تقريبا 10 سنين هو كيلعب في لاطاك، كيلعب كوارر باك، كوارر باك في الفوتبول الامريكان هو اللي كيلعب من مور الخط. دونك في التيست
هاورد شافوا المسؤولين قالوا ليه لا انت غنلعبوك في الديفونس وغتسني معنا الكونطرا على اساس نتايا ديفونسور. ما عجبوش الحال واصلا هو ما كانش باغي الفوتبول امريكان، ما كانش حاملو، هو دخل ليه غير حيتاش هما كيسكنوا فابور وكان عنده واحد الصادير في الاخر. دونك رسميا هاورد مشومر، ما عنده خدمه، ما عنده قرايه، ودارهم ما كيصيفطش ليهم فلوس، وبيا ما عندوش منين يجيب ليهم فلوس. داكشي علاش قرر انه هو بغى يكمل قرايته وبغى ياخذ لا ليسونس في لا كومونيكاسيون فيربال. داكشي اللي دار بغى يكمل قرايته، دونك قلب على واحد لا فيليير اللي هو كيحماق عليها، هو الحب ديالو والعشق ديالو هو البيع والشراء. هوورد لقى واحد المدرسه ولكن ما عندوش فلوس، دونك شنو غادي يدير؟ وبيا منين غادي يجيب الفلوس في نظرك؟ بنكيران برافو عليك، تسلف من عند الغوفرنومون، خدا اون بريت، تسلف من الدوله ديالو باش يقرا. قال لهم فحال هكا بنكيران عافاك ديك الامانه وسر بيه ديك الامانه راه خصنا نقراو. كان اوكور ديال 4 سنين ديال القرايه بين ما خدا لا ليسونس ديالو، جرب بزاف ديال الخدامي باش يعاون العائله ديالو ويهز راسو، خدم في لي كازينو، خدم في لي بواط، ما خلى فاش خدم، لدرجه انه بعض المرات ما كيلقاش فلوس باش يصيفط لدارو. دونك شنو كيدير؟ ايفيكتيفمون كيمشي كيتبرع بالدم، كيمشي وكيعطي الدم ديالو في الكونتر بارتي، كياخذ فلوس، دوك فلوس كيعيش بهم وبيان كيصيفطهم لوالديه. صافي القضيه محفحفه. في 1976 وبالضبط ملي كان العمر ديالو 22 عام، هوورد فاينلي خدا الدبلوم ديالو وبيان خدا لا ليسونس فاش في لا كومونيكاسيون فيربال. دونك الاستاذ ديالنا هوورد خدا الدبلوم ديالو، دونك شنو غادي دير؟ دونك انا خديت الدبلوم، دونك اي خدمه غادي تقبل عليا ايفيكتيفمون. وفي نفس العام ديال التخرج هوورد غادي يخدم لاول مره في شركه براسو مرفوع، غادي يخدم كوميرسيال. دابا الامور بدات كتزيان، بدا كيستقر شويه، بدا كيصيفط لوالديه شويه، بدا كيتكونسونطرا على الخدمه ديالو. دونك شنو خاصني ندير؟ شنو خاصني ندير؟ خاصني نديها في الخدمه ديالي ونديفلوبا باش نزيد نكبر. هوورد كان من النوع اللي عطاش، كان من النوع اللي كتحطو في الخدمه كيغيز عليك. نعم سيدي، لدرجه انه واحد النهار واحد من لي كليون اللي كيخدم معاهم هوورد عجبو، عجبتو الطريقه اللي كيخدم بها، عجبتو الطريقه كيفاش هو كيهضر معاه. قال لي فلان بكل بساطه بغيتك تخدم معايا في الشركه ديالي اللي اول مره جيت نبوزيسيوني في مدينتكم، زيروا معايا مزيان حيت من هاد الشركه غادي يبدا السخون. هوورد كان معروف عليه الاتقان، كان كياخذ الامور بجديه، كان كيفلي الخدمه ديالو، عزيز عليه لي ديتاي حيت هو مولوع والعشق ديالو هو المبيعات. حتى لواحد النهار بفضل الفضول ديالو والحب ديالو للخدمه لاحظ واحد القضيه غريبه، لقى واحد السيباراتور اللي كنديروه حنايا في الكاس باش يفصل لنا ما بين الحبوب القهوه والسائل. هذاك الغشاء لقاه ولا كيتباع بواحد الكميه كبيره كبيره بزاف من طرف واحد الشركه اكس. هو يقول مع راسو وبلاتي الشركه كتقدم عندنا بكميه كبيره، دونك هما ماشي عندهم الوقت، شكون هاد الشركة وكيفاش انا ما كنعرفهاش؟ عندكم الحق والتخميم ديالكم في محله. هاورد ماشي هو اللي كخيا الشركة ديال ستاربكس، مي هاورد هو اللي كبرها تكنيكمون ووصلات حتى لعندك. في 1980 وبالضبط هاورد كان في العمر ديالو 27 عام، مشى ضرب دويرة عند الملاك ديال ستاربكس اللي هما جوردن باوكر، جيف سياغو، اند جيري بالدم. هاد الثلاثه ديال الناس ما كانوش كيبيعوا ستاربكس بهاد الشكل اللي كنعرفوه حنايا، لا كانوا هما متخصصين في لاندستري. بكل بساطه كانوا كيبيعوا غير الحبوب ديال القهوه. هاورد ضروا راسو قال شركه كبيره ومشي عندهم الحركه، علاش ما يبيعوش القهوه كبرودوي فيني؟ مع العلم انه ما غاديش تزادهم ديشارج اكثر. هو يقول انا اللي غادي نمشي عنده. بغيتك تركز معايا مزيان، هوورد في 1980 حتى 1981 هو في بروكلين في نيويورك، والاخوان الثلاثه وبين الشركاء الثلاثه كاينين في واشنطن وبالضبط في سياتل، عام كامل مشى عندهم اكثر من 27 مره باش يقول لهم والناس علاش ما ردوها برودوي فيني، علاش ما نبيعوها على شكل برودوي فيني، خدموني عندكم ولو فابور، انا عندي فكره وكنشوف ان القهوه ديالكم فيها بوتونسيال. وكل مره شنو كيقولوا لي وبيا شنو كيخسروا عليه؟ كيخليو حتى كيسالي الهضره، السي في ديالك راه عندنا باش ما كنعيطو لك، مزرعه يونادي. تخيل معايا 27 مره، وهاد 27 مره بلا ما نحسبوا
كيصيفط لهم الورد، كيصيفط لهم لي كادو، في كل مناسبه كيصيفط لهم واحد الهديه باكيت شوكولا، غير باش يعبر لهم بانه هو راه مهتم. بغيت ندخل معاكم للشركه ماشي على ود الفلوس، على ود لو كونسيبت، حيت انا فريمون عشقت الكونسيبت ديالكم. فاينلي في 1981 مستر هاوارد ان ذا بيلدين، ودابا كوميرسيال، ماشي اي كوميرسيال، مدير قسم مبيعات في 4 ديال لي ستور في شركه ستاربكس. 27 محاوله فاشله، 27 مره قالوا ليه نفس الشركه نفس الناس، لا ما بغيناكش، وبنادم ما بغيناكش، ما بغيناش نخدموا معاك، افكارك كلهم اودي، نخدم معاكم بنفس الصالير اللي عندي، ما بغيناكش، ما عندنا ما نديروا بلي الهجي ديالك. وقبلوه في الاخر، علاش؟ من بعد نعرفوا علاش. في 1982 وبالضبط ملي كانت عند هاوارد 29 عام، تزوج ليا سيدي بواحد الانسان اللي سميتها شيري. هاد شيري تلاقى معاها في البحر سامارش، ومني سولوه قالوا شنو عجبك في شيري، قال لهم عجبني الذكاء ديالها. دابا هو تلاقى معاها في البحر سامارش وقال لهم انا عجبني الذكاء. مستر هاوارد واخا خدام في ستاربكس مازال كيبيع قهوه حبوب، لدرجه انه واحد النهار عيا معاهم قال لهم شوفوا نديروها غير تجربه، دابا انا ملي وليت معاكم ولاو عندنا 6 ديال لي ستور، 6 ديال الفروع، عطوني غير فرع واحد ندير فيه القهوه وديك الساعه نشوفو نتوما بعينيكم. قالوا لي يا سيدي جاتك. فعلا في اواخر 1982 الفرع ديال هاوارد بوحديتو حقق نسبه ارباح اكبر من كاع الشركات كاملين. وهو يمشي عند خوتنا وقال لهم يا قلت لكم بان البرودوي فيني كيتباع اكثر من الحبوب، علاش ما تيقونوا من الاول؟ دابا جات الفرصه وبالمناسبه اننا نردوا كل شيء برودوي فيني، علاش قالوا ليه؟ السيفي ديالك راه عندنا باش ما كنعيطولك، كيفاش كيف ما كتسمع؟ قالوا ليه لا، حنايا كنلقاو متعه في الاندستري ديال القهوه، واخا نتايا نجحتي لنا واحد فرع ما بين 6 ديال الفروع ما غاديش نتبعوك فرعيك. هاوارد بقى في الحال، واش هادو مكلخين ولا لا؟ واش انا كنقول لهم عندنا بوتونسيال كبير للشركه وما مازال بغاو يبقاو كيشوفوا واحد رجليهم. 1983 مستر هاوارد غادي يمشي ديبلاسمون لطاليان، وهذا هو الحدث اللي غادي يغير مجرى القصه كامله. سمع مزيان شنو غادي يطرا. ملي غادي يمشي لطاليان غادي يكتشف واحد الثقافه مبدله. هما في ميريكان في ديك الوقت في الثمانينات في السبعينات ما كانتش الثقافه ديال القهوه، كانت الثقافه ديال سكون ابل بهاد لا نوسيون ديال الانستنت كافي، ملي كتاخذ قهوه من السوبر مارشي كتهز معلقه جوج كتخوي عليها المطيب كتحرك السكر وكتشرب. هذه القهوه اللي كانت في ميريكان في الثمانينات او بيان في قبل الثمانينات. مستر هاوارد ملي مشى للطاليان لقى واحد ستيل مختلف، لقى واحد الهيت مختلف، لقى واحد البروتوكول مختلف، لقى الناس كيشربوا القهوه وما كيتمشاو، بان ليه واحد لاتموسفير، واحد لينيرجي مبدله على الثقافه الامريكيه. شاف الناس الايطاليين كيفاش هما كيعشقوا وكيفاش هما كيستمتعوا بشرب القهوه، قال هاد لينيرجي وبها هاد البروتوكول هو نفسه غادي نقلوا للثقافه الامريكيه. ايوا مستر هاوارد مسكين جاب الباجاج ديالو ورجع الامريكان وتلاقى مع الخوت عاوتاني وبها الشركاء، جا قال لهم ها شنو شفت في الطاليان وها شنو شفت وها ليدي ديالي وها البيرسبكتيف ديالي وها لو بلان اللي كاين واش خصنا نديرو شنو خصنا نديرو باش نزيدو نافونسيو سامارش بالكونسيبت ديال القهوه في الميريكان. اش قالوا ليه هما؟ دابا نتوما وليتو عارفين شنو غادي يقولوا لي. السيفي ديالك راه عندنا وباش ما كنعيطوا ليك. هاوارد فريمون طلع ليه الدم، قالوا شو واش هادو كيفكروا ولا لا؟ واش انا جايب لهم بوتونسيال؟ جايب لهم ثقافه جديده؟ شو كيفاش كيتعاملوا بها؟ والله الا زدربت معاهم النهار. وفعلا في 1984 باي باي ستاربكس. ويا المشاهدين ويا المشاهدات، سمعوا لي الرعب وسمعوا لي الاكشن شنو غادي يوقع دابا. وبغيت اي واحد فيكم يحط راسه في بلاصه هذا الانسان هذا سامارش، 32 عام ولا 33 عام، مزوج، ديميسيونيتي من الخدمه، عندك الثقافه كامله وعندك واحد الفكره كتشعلك في دماغك، باغي تحول الثقافه ديال الشعب الامريكي لاستهلاك القهوه من الانستنت كوفي لواحد القهوه اللي هي ان كونسيبت وبها ان اتموسفير سو فورم دو بروتوكول. مستر هاوارد قال قسما بالله حتى غادي ندير شركه وغادي ننافسهم وغادي ندير الفكره اللي بغيت، الفكره اللي عندي غادي نحطها في الشركه ديالي وبها غادي نحطها في الكونسيبت ديالي. وفعلا من 1984 حتى 1985 200 لا 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 صعيب نقولها هذه، والله صعيب نقولها، 217 انفستيسور ريح معاهم اطابل وبروبوز عليهم ليدي ديالو وبيان لو كونسيبت، كلهم قالوا ليه برافو السي في ديالك راه عندنا وباش ما كنعيطوك.
217 واحد قالوا لي تخربيق، انت بغيت تبدل الثقافه ديال الشعب على قدام؟ شكون انت هوورد؟ يلا دوسي يومين ثلاث ايام مشيتي للطالين شي حاجه. سكوت سكوت. 217 انفيستيسور من بين 247 انفيستيسور، دونك واحد 20 تقبلوا الفكره ديالو، واحد 20 امنوا بالفكره ديالو، قالوا لنا غادي نمشيو معاك شويه ليكستريم ماشي مشكل، ويقدر قدر يجمع واحد لو فون ديال 3 مليون دولار ولاول مره، وبالضبط في 1985 مستر هوورد لاول مره غادي لونسي البراند ديالو، وما غتكون سميتها ستاربكس، مي غتكون سميتها ال جورنالي. ال جورنالي دابا هادي كانت سميتها ال جورنالي، ولكن كيفاش ولات ستاربكس انا نكمل لكم. ملي كريا سيدي الشركه ديالو لقى واحد الصعوبه في الاول، صعيب يتادابط حيت الشعب كله غادي على واحد السيستم، صعيب تاجوستي لواحد السيستم اخر. مستر هاورد كان كخا، كان جيني، كان خاصو واحد الانسان اللي يفهم الهضره ديالو ويفهم لا فيزيون ديالو. دونك شنو دار؟ مشى وشفر، ما نسميه شفر، مي خدا البيرسونيل ديال ماكدو وخدا البيرسونيل ديال تاكو بيل، جابهم دار لهم الفورماسيون وراهم الفيزيون ديالو، لبسهم واحد النوع لباس لاول مره، قميجه بيضاء البابيون صماش البريستيج لو كليون اي تا روا صماش، داك البريستيج وبيا البروتوكول اون جينيرال. ومن موراها بعامين الشركه نقزات من سطور واحد لثلاثه ديال لي سطور. الجورنالي ولات شركه كبيره، صافي الاسهم ديالها ولاو كيطلعوا. واحد النهار جا عندهم واحد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. واش فراسكم بان ستاربكس داروا فايت؟ كيفاش؟ وين عم سيدي داروا فايت وكيقلبوا اللي يشري من عندهم. اي مستر هوورد ما كانش بالعكس زين، مشى وشرى من عندهم الشركه ديال ستاربكس وحطها، ولاو عنده دابا ستاربكس ال جورنالي، ودابا خصو رياح يخمم مزيان في جوج ديال الشركات، واش غيخدم بهم بجوج ولا بجوجهم صامارش، يجمعهم في براند وحده وشركه وحده. هو يتفكر لو كونسيبت الاولاني اللي خلاه، هو علاش هو داير القيامه كامله ما دايرهاش على ود الفلوس، داير على ود ليكسبونسيون. وملي شاف ال جورنالي وشاف ستاربكس وشاف الهيت وبيان لاتموسفير اللي كاين في الطاليان، قال اللون الخضر والكونسيبت والشكل غادي يجي مزيان مع ستاربكس ويكون هو الرمز او الشعار الرئيسي للشركه. ومن هنايا كتبدا الرحله ديال ستاربكس، وتحولوا في 3 سنين من 6 ديال لي ستور ل 55 ستور. ودابا في 2022 عندهم اكثر من 33800 محل وبيان ستور في العالم كامل، رقم واحد الولايات المتحده الامريكيه، رقم جوج الصين، رقم ثلاثة كندا، ياك وي كندا. رقم واحد في العرب الامارات، دوزيام الكويت، ثروازيام السعوديه، المغرب جو بونس عندنا 9 ديال لي ستور تقريبا في المملكه كامله. ونجيو دابا سيادنا للمرحله الثانيه من هاد لا فيديو اللي هي الالفن تيري، واللي هي اهم 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 جزء، واي واحد غادي سكيبي هاد المرحله فهو داغي القصه. القصه تقدر تسمعها تقدر تقول لك واو انت استفدتي منها، ولكن هاد لابارتي اللي غادي نتعلموها دابا اهم بكثير من القصة في حد ذاتها. أول حاجة غادي نبداو بها، تثبت بالقراية ديالك مهما كانت الظروف. هاورد تهرس باه وما فرطش في قرايته. هاورد قالت ليه مو خرج تخدم. هاورد كان كيعطي الدم بعض المرات باش يجيب الفلوس للأم ديالو، ومع ذلك ما فرطش في قرايته وما قالش أنا غادي نمشي نخدم ونسمح في القراية ديالي، لا بقى شاد في القراية ديالو. هاورد تسلف فلوس من عند الكوفيرنومون وما فرطش في قرايته. دونك لو ميساج اللي غادي نوصل لك انت ولا انت، مهما كانت الظروف قاسيه عليك، مهما كانت الامكانيات ضعيفه، واخا تكون في الارض، وياك ثم وياك تفرط في القرايه ديالك. تيوري رقم جوج او القناعه رقم جوج، طور من راسك، وياك وياك تبقى اسير الماضي، وياك تبقى اسير داكشي اللي تعلمتيه في الماضي. ان شاء الله خدمتي، وياك تمشي وتبقى تسنى الويكاند، وياك تمشي وتقول صافي انا غادي نبقى في هذا البوست. حاول تطور من راسك، حاول تتعلم، حاول ترجع في العشيه تقرا، حاول تبقى ديما كتعلم. حد ما تعلمت حد ما غيتزادوا فرص في حياتي، حد ما تعلمت اكثر فرص كيتزادوا اكثر، حد ما بقيت اسير الماضي وبقيت اسير الامكانيات. وخويا انا عندي غير الباك، خويا انا عندي غير نيفو باك، كنبقى وبيا الفرص كيبقاو ديما قلال، صامارش. دونك ديما طور من راسك. تيوري رقم ثلاثة أو القناعة رقم ثلاثة، الفضول المعرفي. كاين واحد النوع ديال الناس اون فوا كيوصل لواحد العمر كيقول لك أنا مابقيتش باغي نتعلم وبيا فاتني الفوت، لا، ديما بقى كتعلم، ديما بقى تهبل. شناهو هو خويا هاد الإي كوميرس؟ شحال من واحد دابا كيسمع فيه، شناهو هو خويا هاد نيكست إيرث؟ شناهو هو خويا هذا؟ بغيت نتعلم، شناهو الإن إف تي كنسمع بها؟ شناهو هاد الدومين؟ نقلب نسمع، ما نبقاش في دار غفلون، حيت ذاك الفضول غادي نهزها، غادي نانتربريتيها بالوعي
ديالي بالخلفيه ديالي غتدخل شي حاجه جديده، تقدر تكون انت هي النيكست هوارد مثلا. سامارش دونك خليك ديما وبالفضول المعرفي ديالك خليه ديما حي عندك. ديوري رقم 4 او القناعه رقم 4، خدم بقلبك ما تخدمش بالتحرميات. كاين بعض الناس كيمشيو للخدمه كيقول كنغش الباترون، باترون ود الحرام، باترون ود الحرام، كاين ما تغشش انت راسك. تعلم ورجع شوف الكليان القدام، خذ النماري ديالهم، حاول تخدم وتعطش. ما تعرف الفرصه امتى تجيك، تقدر واحد السيد تلاقى معاه في الخدمه تشوفهم بهدر تقول هذا واقيلا وهذاك، ولا تكون معاه الربحه. ديما كون مستعد، ديما البس احسن ما عندك ملي تمشي للخدمه. قول انايا البوست ديالي ما عرفت شنو هو، واخا انت تكون انت كتضرب على بدرهم ولا 3000 درهم. سير وخدم بقلبك وخدم بجوارح ديالك، وما تغش راسك وما تغش الناس. ديرو رقم 5 او القناعه رقم 5، خلي ديما عندك فيزيون، خلي ديما عندك رؤيه ابعاد. سماش استاذ ديالنا هاورد تعلمنا منه، شخصيا تعلمت منه واحد القضيه، انه الا كانت عندي فيزا واخا كلشي تبان ليه ضبابه ماشي سوقي. ميريكان قبل منه كانت كلها عايشه على الانستنت كافي، دير جوج معالق الماء سخون وشرب. هو عنده فكره اخرى، واخا انت قمعتي ليه ما عجبكش الفكره، مي انا ما غاديش نتخلى عليها. هو مشى لطاليان ورجع وقال لهم فوالا ها الاتموسفير، ها الكونسيبت اللي بغيتو، وما شافوش داك الكونسيبت. ومع ذلك جا ودار لو كونسيبت ديالو. دونك سيادنا وياكم وياكم تخلاو على فيزيون ديالكم. ديوري رقم 6 او القناعه رقم 6، الالحاح. انا عاود نقولها لكم، الالحاح. سمعتوا شنو هو الالحاح؟ هو الاصرار، يعني انا غادي نديرها طز فيكم، انا غنديرها يعني غادي نديرها، واخا تقولي انت انا غادي نديرها. غير هو الالحاح خصها تكون قبل منه فيزيون كلير ونكون عارف شنو باغي ندير. هو كان ملح لدرجه انه هو 217 واحد قال ليه نو. شنو قال ليه؟ شنو قال ليه؟ السي في ديالك راه عندنا باش ما كنعيطولك. ولكن مع ذلك مشى. عرفت شنو هي 217 واحد؟ حنا جوج الناس كتعطي السي في ديالك كيدلفك والله لا بقيت رجعت. هذا 217 واحد قال ليه لا يا صاحبي. دونك هو ملح وتيق في راسو حيت عنده فيزيون. الا ما عندكش فيزيون بلا ما تفكر في الثقه في الناس. الفيزيون هي اللي كتحركنا، هي اللي كتخلي عينينا يخرجوا، كتخلي داك المومود عينيك كيبري. بلا فيزيون كتبان الانسان كريديبل فيابل عنده مصداقيه. سامارش. ديوري رقم 7 او القناعه رقم 7، عدم الاستسلام. هاد القضيه مالوغوزمون كنشوفوا عند اغلبيه ديال الشباب واغلبيه ديال الناس اللي كنخدم معاهم دغيا كيستسلم. كيقول لك انايا كنبدا بروغرام كنمل، وبيا كنمشي كنقرا كنمل، وبيا كنمشي داك الفورماسيون كنمل، وبيا كنتعلم لغه كنمل. كيضعف. علاش كيضعف؟ حيت هو ما عندوش فيزيون، ما تيقش في امكانيات ديالو، ما تيقش. شوف اسيادنا، الا كانت عندك فكره، كانت عندك واحد لا فيزيون، واحد الرؤيه، تيق فيها. اين فوا تيق فيها؟ وديك الساعه عندك حاجه وحده، عندك الالتزام. صافي سالينا. الا كانت عندك شي ايدي وعندك تي الشهوات ديالك وعندك تي الناس الفاشلين دايرين بقيتي كتصنت لهم، قسما بالله غتفشل. اين فوا نتايا تكون عندك فكره، جمع مع راسك ولا جمع مع الناس اللي غادي يقدروا، ما كانوش حداك، جمع مع راسك وبيا جمع في يوتيوب، شوف الناس اللي كيبان لك نفس الشعور. ما تكونش اسير وما تكونش ضحيه انك تعطي اغلى ما كتملك اللي هي فيزيون ديالك، تعطي لواحد الانسان اللي غادي يدير فيها الغبره وغترجع انت يا انا ما باغيش، تقعد تولي تستسلم. سامارش. دونك خليك حار وخليك ديما عارف شنو باغي باش ما تستسلمش. سامارش. رقم 8، تعلم تسمع لا. تعلم تسمع لا. راه اغلبيه ديال الناس كينوضوا قيامه، اغلبيه ديال الناس عصبيين تعصبوا غير حتى واحد السيد قال ليه لا ما عطيكش ولا لا ما غاديش تقول، ولفت تسمع لا. هاد السيد هذا سمع لا من 217 انفيتيسور، وستاربكس الاول قبل ما يخدم معاهم 27 مره قالوا ليه لا، وما خلى ما صيفط لهم لا لا. كاين واحد السيد كيسمع لا صافي كيمرض. انت واخا تسمع لا خصك تقوى، تسمع لا تشبت بلا فيزيون ديالك. دونك استاذ ديالنا هاورد اللي كنتعلم منه كاملين ولا في سمع لا. دونك احسن حاجه نسمعوها كان ونستافدوا منها كان وتستافد منها انت وتستافد منها انت، ولا في تسمع لا. الا قال لك باك لا ما كانش لا فان ديمون ام ديالك لا، الاستاذ اللي خدام معاك لا لا لا، ما كتعني لا كتعني قرار، كتعني جواب بمنظورك انت، ولكن ماشي هو بمنظور الحقيقي او منظوري انا. سامارش. دونك رايك انت ما غاتصدقش لك ما غاتنجحش سوقك هذاك، ولكن انا عارف شكون عندي. سامارش. رقم 9 وسمعوا مزيان، تعلم ثقافه الانسحاب. تعلم ثقافه الانسحاب. الا كنت مريح مع واحد الناس دوك الناس ما كيقدروكش، احسن قرار يمكن لك دير هو انك تنسحب. الانسحاب قوه ماشي ضعف. الانسحاب هو انك نتايا كتمشي عند واحد الناس اللي كيقدروك، كتمشي وكتريح مع واحد الناس اللي كيفالوريزيو القيمه ديالك، كتمشي وكتريح مع واحد الناس اللي غادي يستاهلوك. الناس اللي ما كيستاهلوكش وما كيستاهلوش لا فيزيون ديالك، احسن قرار صائب يمكن لك ديرو عقلاني هو انك تنسحب. تنسحب باش تفوز بذاتك، تنسحب باش تفوز
بانرجي جديده، بان اتموسفير جديد، وتبوزيسيونا في واحد الاتموسفير وبواحد تبوزيسيونا في واحد بلاصه اللي تكون انت مرتاح فيها وبيان الناس اللي فيها يقدروك. صافي دونك ثقافه الانسحاب مزيانه. انا ما واحد الناس ما كيقدروش افكاري، باي باي. انا ما واحد الناس ما كيعبرونيش، باي باي. انا ما واحد الناس كيستنزفوا طاقتي، باي باي. صافي يوري رقم 10 او القناعه رقم 10، وهذا السلاح انا عزيز عليه بزاف، اللي هو الايتريشن، ثقافه ديال لا جوستومون، ثقافه ديال التعديلات، المرونه. انا خصني نكون مرن، بلون ا بلون بي بلون سي بلون دي. طرا لي سي شنو دار الجورنالي، جاب الجورنالي الامريكان، جاب ثقافه ايطاليه، ماشي ما صدقاتش ليه، لقى ثقافه مبدله. شنو دار؟ انجوستا، نجيب هاد نمشي نجيب داك العميل، جاب ديال ماكدو، جاب ديال طا طا. خصني ديما ايتريش. شحال واحد ديال الناس كيدير مشروع كيفشل ليه، كيقول ما جابش الله، درنا محلابه في سوق مع سميتو ما صدقاتش، ورا درت بانيني بعتو ما صدق، ورا درت اخويا طلع. لا يا صاحبي، شحال من واحد كيدير بروجي وما كينجحش ليه، كيقول لك حكاره ما تمشاش، نمشي ما تمشاش، انت ما عرفتيش دير الايتريشنز، انت ما مشيتيش عند واحد النادي زيكسبير هما يدرسوا لك المشروع ديالك. واش بعدا او بريالابل قبل واش خاصو يدار بديك البلاصه؟ والا مشات تدار بديك البلاصه شنو خاصو يدار باش يولي اكسبتابل لدوك الناس اللي في ديك المنطقه؟ صافي دونك الايتريشن هو اللي دارها استاذ ديالنا هاورد، دارها في جو بونس في نيويورك ولا ما عرفتش في واشنطن، دارها جاب لهم الجورنالي. الجورنالي ما عرفوش من البروتوكول، حاول اجوستي، حاول يدخل شي حاجه كيف ما دارت ستاربكس في تركيا. في تركيا ما دارت لهم لينيرجي ديال ستاربكس اللي كتشوفوا دابا حاليا، ما تمشاتش لهم. حتى دوك الناس فليب اش دار لهم؟ بدا كيبيع لهم القهوه التركيه في ستاربكس باش ولفوا مع الليكون، ولفوا على اللوغو. ملي ولفوا اللوغو صافي دخل ديك الساعه ديالو. صافي دونك شويه الايتريشن. اي رقم 11 واخر تيوري غادي نتعلموا اونصومبل وسمعوا مزيان، عيش على ود ليكسبونسيو، ما تعيش على ود الفلوس، عيش على ود لارجيسمون، عيش على ود التوسع، عيش باش تكبر، عيش باش تكبر ودير فاميلا وتكبر، عيش باش دير الخدمه من جوج ثلاثه اربعه، عيش باش تعاون عائلات، عيش ما تعيش على ود الفلوس. الفلوس ما عمرها كانت اوبجيكتيف. هذا السيد هوورد علمنا فريم، هو ما كانش الهدف ديالو الفلوس، وحاليا ما عندوش الهدف ديال الفلوس. هو السيد هذا باغي يكبر، كيتقاف لدرجه انه دابا كل 15 يوم، كل 15 يوم كتحل ستاربكس في الشينوا، غير في الشينوا بوحدها. تخيل معايا وسير قلبوا على هذه القضيه، كل نهار يعني نيرلي تقريبا كل نهار كل ستاربكس كتحل. يعني السيد هذا باغي يكبر، باغي يكبر. دونك الثقافه ديال انك تكبر، يعني انتيا في الاول غتبدا بك انتيا، غتكبر البوتونسييل ديالك، غتكبر انتيا لو سافوار فير، لو سافوار سوفت سكيلز ديالك، تكبر تعرف كيفاش تهضر، تعرف كيفاش تحفظ، تعرف كيفاش تبيع راسك، تعرف كيفاش تهضر قدام الناس اكسيتيرا سيغا، تشوف دي كوتش، تشوف دي زيكسبير في الدومين ديالك باش تكبر. حنا خصنا نكبروا صافي، والفطره هي اننا خصنا نكبروا، ما نبقاوش مقوقعين. الانسان اللي باغي يتقوقع كيجيبها في راسه، الانسان اللي كيقول انا بغيت نبقى اسير الماضي وراه كنبغيه وراه عشت معاه وباقى في دماغي غتموت وغتبقى تما. ما الانسان اللي باغي يحيد ويافونسي غتمشي مع التيار حتى كلشي كيتكاثر. صافي طريق وحده اللي كاينه مع السكه الطريق، حبستي يضربك السكه اللي اللوراني، رجعتي اللور او ديراكسيون، انت غادي في اتجاه مخالف، ما كلشي اللي يدخل فيك. صافي فوالا، نتمنى ان الله فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم سيادنا. نتمنى الله فيديو ديال اليوم فيديو تقريبا انا عجبني بزاف وخدمنا فيه كاملين، تعبنا فيه درب الصح، وانا شخصيا تعبت فيه لاول مره في حياتي. غادي ندير شي فيديو غادي ياخذ مني وقت بزاف، انا على ودكم درت هذا لو كونسيبت. علاش؟ حيت كاينين واحد الناس ما نقدرش نشدهم في خلف الكواليس. سمعوا مزيان، كاينين واحد نوع الناس ما نقدرش نشدهم انا في خلف الكواليس، انني انا كنخدم معاكم. دونك هما كيملوا، دونك دخلت لهم من القصه من ستوري تيلين باش نامبوزي لهم داكشي اللي بغيت، حيت هما اللي كيتسالونا ماشي حنا اللي كنسالهم. دونك انا معاكم فيما مشيتو غنتبعكم. دونك نتمنى انه ستوري تيلين ديال اليوم ديال مستر هاورد لو كرياتور اللي تكنيكمون كبر الشركه ديال ستاربكس، نتمنى ان نكون تعلمنا منه. واهم من هادشي كامل بعد ما نديرو بالقصه ديال الشركه، اهم حاجه هو نفسه الانسان، كنا حسينا به دابا وتعلمنا منه. دونك نتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش هاد الفيديو سيدنا تبارطاجيوها لو ماكسيموم. دونك فوالا سيدنا لو كونسيبت غادي يكمل ان شاء الله، كل سيمانه غادي نحاولوا نختاروا واحد البيرسوناج، هاد البيرسوناج تقدر نقدر نختاروا انا ولا تختاروا نتوما. دونك انا نبغيكم كاملين في كومونتير تعطوني رايكم فريمون. اي واحد كيتفرج في هاد الفيديو، الا كنتي اول مره تفرج فيها، الا كنتي اول مره غادي تشاهدني، بغيتك تهبط تكتب في كومونتير.
واش استفدتي من هذا الفيديو وشنو هما لي اونس تيوري او بيان القناعه ما بين القناعات انا اللي ذكرت من 1 حتى ل 11 الى قناعه جات مع الشخصيه ديالك وبها حسيتي بها. بغيت نشوف لي بيرسبكتيف ديالكم ديال لي سوجيستيون شنو هما الناس بغيتو نهضر عليكم ان شاء الله من القدام. نتمنى ان الدخله الاولى تكون عجبتكم فريمون خدات لنا واحد لي فور كبير بالنسبه لي انايا حيت فريمون انا مولفش على طريقه التصوير بزاف ديال الناس تيمخشي من هنا شي مخشي من هنايا حكا ونطي يعني فيها شويه لي فور ما عرفتش كيفاش تكون جاتكم على حسب في المونتاج نشوف كيفاش غادي تجي مي جيمري بيان انها تعجبكم. دونك فوالا سي هادشي اللي كاين ما تنساوش دوزو عندي لي ريزو سوسيو سامعش انا راه كاين واحد الكونسيبت زوين يلاه غيسامو يلاه غادي يبدا ان شاء الله يقدر يكون بدا البارح على حسب انت تشوفوا لا فيديو لحد دونك غيكون بدا السبت. لو كونسيبت اللي سميتو تيرابي هاد تيرابي هو واحد الكونسيبت خاص بلا بسيكولوجي غادي يكون سيغمون سيغ انستغرام سا مارش دونك ما تنساوش دوزو عندي سيغ انستغرام غتستافدوا من هاد الكونسيبت زوين زوين بزاف فورما انوفي شي حاجه بحال ديال هوورد شي حاجه اللي تكون جديده ما كاين حتى شي واحد يكون دارها دونك كندعوكم كاملين تجيو عندي سيغ انستغرام حيت غيعجبكم الكونتوني بزاف. وما تنساوش اسيادنا ديروا واحد الابوني راه ما غتلقاوش هاد لو كونسيبت في جهه اخرى سا مارش باش نكبروا ان شاء الله اونصومبل وباش باش نزيدوا نكثروا لكم هاد الكونسيبت ومازال كاينين دي كونسيبت اخرين يعني ما غاديش نخبر عليكم ان شاء الله في السيمانه دونك ديما غتلقوني معاكم. دونك فوالا سيادنا هادشي اللي كاين نتلاقاو في هاد الكونسيبت ان شاء الله الحد الجاي ومن هنا لتما يبقاو بيناتنا لي ريزو سوسيو. تحياتي لكم سيادنا وتهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.